أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، شبه اتفاق سياسي على ترحيل الانتخابات إلى تشرين الأول 2021. وفي الزمان، احتجاجات غاضبة أمام البنك المركزي والإصلاحات القاسية تدفع نحو الغليان. أما في العربي الجديد، العراق يعيد فرض القيود على السفر والتجمعات. نقرأ في العربي 21، تحريض إسرائيلي على المسلمين بفرنسا وإشادة بحرب ماكرون. أما في العرب اللندنية، سفارات وقنصليات إيران خلايا نشطة لتشجيع التطرف ودعم الوكلاء. في القدس العربي، سلالة كوفيد 19 الجديدة معطيات مطمئنة إذا تكاتفت الإنسانية. وأخيرا في الشرق الأوسط، كورونا بريطانيا قد يكون أكثر قدرة على إصابة الأطفال. قد لا يكون العراق بلداً غنياً، وبالتأكيد دورة الحروب والحصار والعقوبات الدولية ونزيف المال المستمر منذ قرابة 40 عاماً كلها عوامل أسمت في ضعف هذا البلد وزعزعة اقتصاده. ولكن نعم أيضاً أن هذا البلد ومنذ 17 عاماً يعاني من فساد لا يمكن تخيله. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العراق كان بوابة إيران الخلفية التي تغلبت من خلالها على العقوبات الأمريكية، سواء من خلال التصدير للعراق الذي تجاوز 9 مليارات دولار سنوياً، أو من خلال المصارف التي افتتحتها إيران في العراق للتحايل على العقوبات، حتى وصل الأمر إلى تصدير إيران لنفطها عبر موانئ عراقية على أنه نفط عراقي. حول الفساد في العراق كتب إياد دليمي في صحيفة العربي الجريد. الفساد في عراق ما بعد 2003 هو الآفة الأخطر التي أكلت أخضر العراق ويابسه وحولته إلى واحد من البلدان الفقيرة. والفساد هنا ليس بالضرورة السرقات التي تعتاش عليها أحزاب السلطة وميليشياتها فحسب، وإنما الفساد حتى في طريقة إدارة البلاد. فقط عليك أن تتخيل أن العراق الذي نهز عدد سكانه 40 مليونا، قرابة 7 ملايين موظف من دون احتساب الموظفين الوهميين، فمع كل احتجاج شعبي على السلطة تعين الحكومة مزيدا من الموظفين الذين لا تحتاجهم، فيتحولون إلى عبء على موازنة الدولة، بل تحول ملف التوظيف انتخابيا بامتياز. فما أن تحل مواسم الانتخابات حتى تتسابق تلك الأحزاب إلى تعيين المزيد، حتى وصلنا إلى موظفين لا ينتجون شيئاً وباتوا عالة على اقتصاد بلد يعاني بالأساس من سوء الإدارة والأزمات والفساد. واليوم قد تكون حلول البنك المركزي العراقي اضطرارية، وقد تكون قادرة على إسعاف البلاد من خطر إفلاس وشيك، لكنها في المطلق ليست مثالية. فهذا البنك ومعه كل مؤسسات الدولة كانت بؤرة فساد لا يمكن تخيله 17 عاماً، فقد وصل الدين العام في العراق إلى نحو 135 مليار دولار، حتى باتت حكومة مصطفى الكاظمي تقايض النفط الذي تحت الأرض بالمال، كما تسعى من خلال الاتفاق مع الصين على تنفيذ مشاريع مقابل النفط. سيكون على الولايات المتحدة وتحديداً إدارة الرئيس جو بايدن واجب التدخل لإنقاذ الاقتصاد العراقي المنهار في حال رغبت بدعم هذا البلد الذي احتلته وفككته قبل 17 عاماً. إلى متى يمكن أن يصبر العراقيون على قرارات وصلت إلى لقمة عيشهم؟ هل ستكون الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها ضمن موازنة 2021 القشة التي ستقسم ظهر العملية السياسية العرجاء والخائبة وتنهي فصلاً من أكثر الفصول قتامة في تاريخ العراق المعاصر؟ ربما. هناك دول تمر بأزمات ضخمة تقلل من أهمية تبعات الوباء بسبب المشكلات اليومية التي تواجه شعوبها.
في مقدمة هذه الدول العراق، الذي من الصعب معرفة حقيقة مدى تفشي الوباء فيه أو رصد عدد الوفيات فيه من جراء فيروس كوفيد-19 بسبب شبه انهيار المنظومة الصحية في البلاد. حول الأزمة الاقتصادية في العراق كتبت مينا العريبي في مجلة الأكاديمية. مرت أسابيع والصواريخ تستهدف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء للضغط على الحكومة، بينما استمر الفساد وتصاعدت الأزمة المالية العالمية وبقت أسعار النفط منخفضة. فور وصوله لرئاسة الحكومة تحدث الكاظمي وفريقه الحكومي عن الأزمة المالية التي تواجه البلاد والإصلاحات الضرورية لمعالجتها، وأصبحت الورقة البيضاء التي قدمها وزير المالية علي علاوي تجسد الإصلاحات الضرورية لإنقاذ اقتصاد العراق، لكن الأمر النظري شيء والواقع شيء آخر. فعلى سبيل المثال، تقليص إنفاق الدولة على رواتب الموظفين الحكوميين مهمة، ولكن فقط عندما تكون هناك بيئة لنهوض القطاع الخاص محمية من تهديدات العصابات والرشا وعمليات تهريب النفط والتلاعب بأموال الدولة من خلال الرشا وعدم دفع الجمارك للدولة واستيراد المنتجات الإيرانية بأضعاف سعر السوق، خاصة الغاز الذي يحرقه العراق، كلها مستمرة. وقد ارتفع معدل الفقر في هذا البلد الغني إلى 40% من سكانه بين ليلة وضحاها. خسر الدينار العراقي نحو 23% من قيمته، والمتضرر الأول الفرد العراقي الذي يتعامل بعملة بلاده لا بالعملة الصعبة. وجاء قرار تخفيض سعر صرف الدينار ليدفع العراقيين للتساؤل عما إذا كانوا ينهون عام 2020 بوضع أسوأ أو بوضع أسوأ مما بدأوا به العام، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ العراق بلد غني، فهو يحتوي على أكبر احتياطي للنفط في العالم، وفيه نهران عظيمان يغذيان الإنسان والتربة من أقصى شماله إلى جنوبه. ما حصل عبر التاريخ أن الإنسان العراقي لم تتفجر طاقاته بالشكل الحقيقي من أجل بناء حياته المثالية، فهو مكبل بشكل دائم بالأنظمة المجنونة المتعسفة التي تشل الحركة لديه، وبقيت طاقاته حبيسة ذاته، وبقي المجتمع العراقي يراوح في مكانه. لا بل إنه مر بمراحل تاريخية منذ أكثر من 5 عقود زادته تخلفاً، رغم الإمكانيات العقلية الخاصة والقدرات الإبداعية التي يتميز بها المواطن العراقي والتي تشهد له فيها كل الأجناس في العالم. مقال للكاتب سلام حربة في صحيفة المدى. لقد ساهم الوضع الجديد في العراق على تحسين الوضع المعيشي للبعض من أفراد المجتمع من طبقة الموظفين والتجار والمقاولين ومن سياسي الصدفة اللصوص الماسكين بالسلطة، حتى أصبح دخل هؤلاء يفوق دخل راتب أي فرد في العالم، وقد ربحوا من جراء ذلك توفر الغذاء الجيد والعيش الرغيد وركوب أحدث وسائط النقل من سيارات حديثة لا يحلم بركوبها حتى مخترعيها في البلدان الأوروبية، وازدحمت الشوارع والمدن بآخر صيحات الموضة في السياقة واللبس والاتصال. أما البيوت فالآن تشيد في العراق الفلل والقصور الملكية على أنقاض الخرائب والبيوت الطينية، كما تم تقليص ساعات العمل لهم بحيث أن نصف أيام الشهر عطل رسمية والنصف الآخر يقضيه الموظف متسكعاً في الغرف وممرات الدوائر. إنتاجية الموظف في اليوم 17 دقيقة، هذا ما تؤكده منظمات العمل والانشغال بالمناسبات الدينية والسياسية وما أكثرهما في الحياة العراقية، وتعطيل النشاطات الأدبية والثقافية والفنية في البلد. إن تحسين أنماط العيش من مسكن إلى مأكل ومشرب إلى حاضر ومستقبل آمنين مطالب إنسانية لا غبار عليها، لكن أن يحصل الإنسان على هذه الأمور دون جهد يذكر ودون صراع قيمي وأخلاقي مع الواقع والمجتمع من أجل تغييرهما نحو الأحسن، سوف لن تكون نتائجهما سليمة بل مدمرة في القادم من الأيام.
ما يحتاجه العراقي من السياسيين القائمين على مقدرات هذا البلد، وهذه أمنية لن تتحقق لأنهم جميعا فاسدون، أن يجعلوا من اقتصاد البلد متعدد الجوانب وليس رعيعيا، وأن يضعوا نصب أعينهم الارتقاء برفاهية هذا البلد، لكن ضمن الشروط العلمية وليس بقياسات الأمزجة المريضة والأهواء والمصالح السياسية، ومراجعة القوانين، قوانين العمل والقضاء على البطالة بحسب الكاتب. تحولت الساحة العراقية إلى ساحة حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتهم واشنطن ميليشيات عراقية موالية لطهران بشن هجمات على قواتها ومصالحها في العراق. حول مكافحة الميليشيات الإيرانية في العراق، نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا نستمع إلى جزء منه. يرى متابعون للشأن العراقي أن هذه الخطوة مهمة لا سيما مع تواتر هجمات خلايا تنظيم داعش، لكن السؤال المطروح: ماذا بشأن الميليشيات الإيرانية التي تنشط بين العراق وسوريا وتشكل مناطق شرق الأنبار هدفا استراتيجيا للميليشيات الشيعية التابعة لإيران، إذ تعد بوابة رئيسية لتأمين الدعم اللوجستي للجهد الحربي الإيراني في سوريا؟ لذلك تدافع الميليشيات عن نفوذها في هذه المنطقة بشراسة، ساعية إلى تكريس نفسها حاكما وحيدا لها بعيدا عن السلطات العاجزة عن كبحها. ومنذ العام 2013 أرسلت إيران العشرات من الميليشيات الموالية لها إلى سوريا في محاولة لدعم قوات الرئيس بشار الأسد ولتعزيز شبكة نفوذها التي تغطي اليوم نحو 5 دول عربية، وتمتلك الميليشيات الإيرانية حضورا واسعا لا سيما في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق، الأمر الذي يبقي على المنسوب التوتر مرتفعا في المنطقة، والتي تتمركز بها أيضا قوات أمريكية وسورية موالية للأكراد. ويقول نشطاء عراقيون إن حكومة الكاظمي لا تملك القدرة الفعلية على منع إيران من استباحة حدودها، ذلك أن طهران تملك نفوذا طاغيا في العراق عبر قوى سياسية وميليشيات الحشد الشعبي. وتعتبر واشنطن أن وجود مثل هذه الميليشيات في العراق كما سوريا يشكل تهديدا كبيرا لمصالحها. وسبق أن شنت طائرات يعتقد أنها أمريكية ضربات على مواقع لميليشيات عراقية شرق سوريا، بيد أن الإدارة الأمريكية تتأنى في اتخاذ أي قرار في هذا الصدد في العراق لوجود كوابح عديدة. حتى لا تكون نارنا كنار القش تعلو سريعا وتخبو سريعا، وحتى لا تكون ذاكرتنا كذاكرة السمك فلا نلبث أن ننسى ما ألم بنا، فتتحول عاصفة مقاطعة البضائع الفرنسية إلى رياح هادئة ثم إلى نسمات رقيقة يطويها النسيان وكأن شيئا لم يكن، رغم أن ماكرو لم يعتذر عن موقفه ولم يغير سياسته قيد أنملة، بل أضحى أكثر مطاردة للإسلام والمسلمين وأشد ضراوة في حراكه وعراكه مع كل ما هو إسلامي، متذرعا بالحفاظ على قيم الجمهورية الفرنسية. مقال للكاتب عادل راشد نشره موقع عربي 21. أعياد المسلمين الذين يقرب عددهم من 7 ملايين مسلم فرنسي من إجمالي 67 مليون فرنسي، فلا تعامل أعيادهم كعطلات رسمية ولا يحتفل بها بحجة قيم الجمهورية الألمانية اللائكية، ويتم تأطير الدولة للدين الإسلامي وتتدخل فيه من جهة البرامج والمراقبة المباشرة، بل وإغلاق كثير من المساجد والجمعيات وإمهال رؤسائها 15 يوماً كأنهم جنات لقبول ما يسمى قانون تعزيز مبادئ الجمهورية، وتتم الإساءة لنبي الإسلام، ويصر رئيس الدولة على عدم الاعتذار بذريعة قيم الجمهورية الفرنسية الديمقراطية والألمانية. فإذا كانت قيم الجمهورية هي الديمقراطية والألمانية وشعار الدولة حرية مساواة إخاء، فأين ومتى تحقق أي شيء من ذلك؟ أين كانت حرية الرأي والفكر وقيم الجمهورية عندما حكمتم بالسجن على المفكر الفرنسي البروفيسور روجيه جارودي لمجرد تأليفه كتاب
الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. أين قيم الجمهورية وحرية الرأي والتعبير عندما فصلتم الصحفي الذي رسم صورة لابن الرئيس ساركوزي متهكما عليه، وأزلتم الصورة في الحال من نفس الجريدة الشمطاء شارلي إبدو التي دافعتم عن حريتها في الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الكاتب: هل أذكرك أيها الماكغو بقيم الجمهورية الفرنسية وبشعارها حرية مساواة إخاء، والتي دفعتكم لاحتلال أكثر من 30 دولة حول العالم ولتستعبدوا أهلها وتسرقوا ثرواتهم وتسفكوا دماءهم وتلعبوا بجماجمهم؟ وبالطبع كانت دولنا العربية والأفريقية هي الميدان الأول لإجرامكم. نشرت وكالة بلومبرغ تقريرا أشارت فيه إلى الانتهاكات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من المساعي الأوروبية في منع الجمهورية الإيرانية من السقوط طوال السنوات الأربع الماضية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والجهود الأوروبية للحفاظ عليها. أشارت الصحيفة إلى واقعة محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في أنتويرب البلجيكية بتهمة التخطيط لهجوم بالمتفجرات على جماعة معارضة في فرنسا، ولفتت إلى العمليات الإيرانية الأخيرة التي طالت الصحفي روح الله زام الذي كان مقيما في باريس، وجرى اختطافه خلال زيارة لمدينة كربلاء في العراق بسبب معارضته للنظام الإيراني وكشفه عن فضائح فساد تطال شخصيات بارزة، وليتم إعدامه شنقا الأسبوع الماضي بتهمة الفساد في الأرض. وفي الحالة الثانية تم اختطاف المعارض الإيراني حبيب شعب الذي كان يقيم في السويد من مدينة إسطنبول بعد استدراجه إليها ونقله إلى إيران بمساعدة بارون مخدرات. ردة الفعل الأوروبية الغاضبة الأخيرة بعد إعدام الصحفي الإيراني، فقد قاطع سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا منتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الأوروبية الإيرانية. وقالت الوكالة في تقريرها إن ميل الأوروبيين إلى التخفيف من سجل إيران في مجال حقوق الإنسان يواجه تحدياً بعد العمليات الإيرانية الأخيرة في أراض أجنبية ضد معارضيها لا سيما في أوروبا. تكدس عشرات الشاحنات على الحدود البريطانية بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا، حيث نشرت القدس العربي تقريرا مصورا يظهر تكدس مركبات الشحن والبضائع في قسم مغلق من الطريق الذي يؤدي إلى ميناء M20 السريع دوفر بالقرب من أشفورد في كانت جنوب شرق إنجلترا، وذلك بعد إغلاق الحدود البريطانية عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي يعتقد أنها أخطر وأكثر فتكا من سابقتها. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
وبهذه الرسوم مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.